احنا طبقا لتعليمات البلد وتوجيهات البلد والحكومه وتوجيهات مجلس اداره ان احنا عايزين الحياه تمشي، الحياه ما توقفش، وعايزين الحياه يعني نزوعها بحيث تمشي الحياه الطبيعيه بتاعتنا. ففي بعض الاجراءات الحقيقه احنا ملزمين بيها بنتبعها، تعليمات واضحه جدا واجراءات احترازيه وقائيه عشان خاطر صحه اعضائنا واعضاء جميع ما في النادي والموظفين والعمال والناس كلها. فالحقيقه احنا بقالنا فتره ماشيين بموضوع التعقيم المستمر والتطهير لكل ارجاء النادي بصفه مستمره يوميه من اكثر من 10 ايام استعدادا لاستقبال الاعضاء اللي هو النهارده اول يوم. مع دخول الاعضاء الحمد لله احنا جاهزين من كل حاجه زي ما حضراتكم شفتوا، من اول دخول النادي للسيد العضو لازم يبقى ملزم، لازم عليه يبقى لابس الكمامه الواقيه مع قياس درجه حرارته مرتين، مره اللي على بعد جهاز الترمومتر اللي على بعد من بره من هنا زي ما شفت المسافات الامنه بين العضو والتاني في لا يقل عن 2 متر بين واحد والتاني، ما يقدرش يبقى في تلاصق بينهم. وبعدين بيخش على بوابه التعقيم اللي ورانا دي بيبقى فيها بخار وتعقيم، طبعا كل الحاجات دي يعني جايه رسمي، وبيقيس حراره ثانيه برده بايده من على بعد برده باليد لدرجه حرارته اعلى من المعدل الطبيعي بيتم منعه من دخول النادي. عاملين التباعد الاجتماعي بين الترابيزات، لو حضرتك شفت فيش ترابيزه عليها اكتر من 4 كراسي وبين الترابيزه والتانيه لا يقل المسافه عن 2 متر بحيث ان العدد الاعضاء اللي متواجد لا يزيد عن 25%. تمام، كل الصالونات المقفوله والصالات البلياردو او البريدج المقفوله دي يمنع تماما فتحها الفتره اللي احنا فيها دي، احنا بنجرب لمده على الاقل 10 ايام او اسبوعين ممنوع حد يستخدمها. نفس الكلام النشاط الرياضي للاعضاء حاليا مفيش غير التراك، اللي عايز يجي يتمشى في التراك بالالتزام بالتباعد برضو بين الناس اللي بتتمشى ومن بعضها بالحارات عشان ما يبقاش فيه احتكاك بين الاعضاء وبعضها، وطبعا ده كله لصالح الصحه العامه. برضو بالنسبه للمنافذ احنا واخدين تعليمات من زمان، احنا عندنا منافذ مفيش منفذ بيشتغل الا ما يبقى عنده شهاده صحيه من اول مدير لغايه اقل واحد. الحد الاقصى 25% من القدره بتاعت المكان، يعني لو مكان فيه 100 كرسي هم 25 كرسي. غير كده ما حدش يخش تاني. شكرا، وده الالتزامات الوقائيه اللي احنا ملزمين واحنا ماشيين عليها. بالنسبه للنشاط الرياضي احنا النشاط الرياضي هيبدا ان شاء الله في حمام السباحه للاعضاء بس، وفي شروط بالتنسيق مع النشاط الرياضي. حمام السباحه يبقى فيه بحد اقصى 20 سباح. مش مدارس. لا الفرق. لا المدارس لسه شويه. الفرق الرياضيه ده الحد الاقصى عشان ما يبقاش فيه برضو تلاحم بين السباح والتاني. تمام، برضو اجتماعيا جوه النادي عندنا مثلا الشعائر الدينيه، الجامع، برضو الاذان، الصلاه بعديها على طول ما يبقاش فيه وقت. ما حدش يخش الجامع غير عدد معين لان احنا عاملين علامات جوه يبقى فيه تباعد بين المصلين وفي نفس الوقت يبقى لابس كمامه وهو بيصلي برضو. دي اجراءات وقائيه لازم نعملها كلنا ولازم كلنا نساعد بعض بحيث الحياه تمشي ونرجع ان شاء الله الحياه لطبيعتها تاني. بالنسبه برضو للمنافذ، المنافذ الحمد لله احنا اجتمعت بيهم طبعا قبل ما نفتح النادي وحددنا لهم بعض الاشتراطات برضو اللي جات لنا عن طريق الوزاره وتم اعتمادها، واللي هي من اولها بالنسبه للمطاعم المغلقه نبهنا طبعا الناس لازم تلتزم باللي هي تفتح مطعم لعدد 25% من الطاقه الاستيعابيه فقط لا غير، وبرضو نراعي المسافات اللي موجوده، توفير اجهزه التعقيم دي خلاص دي موجوده، والمطعم بيتكفل بقصه الرش وتعقيم المكان كله ده تحت المتابعه لاداره الخدمات. التعقيم وعمليه النظافه ديت موجوده 24 ساعه عندنا، الاجهزه الحمد لله النادي وفرها لنا اجهزه كويسه جدا، مواد محترمه جدا معتمده، ده تحت اشراف طبعا اللجنه الطبيه وهما بيقولوا التركيز بتاعه بيكون ازاي، الكلام ده كله في ناس متخصصين وفرنا لهم البدل ووفرنا لهم الادوات اللي يقدروا بيتعاملوا بيها، وعلى مدار اليوم يمكن الناس هتشوفهم على طول حواليهم بيتم تعقيم النادي والمباني كلها. في شركه عندنا الشركه ديت شركه تي او في، دي شركه متخصصه احنا متعاقدين معاها، دي اللي بتعمل اوديت على المطاعم كلها. فالشركه دي الحمد لله انا النهارده اول يوم عندي موجوده يوم الاربعاء ان شاء الله برضو بتروح مدينه نصر وبتروح شيخ زايد، دي كانت النهارده اتاكدت من كل المنتجات اللي موجوده لان احنا المنتجات ديت كلها احنا شلناها، يعني فتره غلق النادي كل المنتجات دي احنا خرجناها بره النادي، يعني اكن بالظبط النادي بيفتح من اول جديد. تمام، وجينا وجبنا الشركه ديت وعملنا اوديت عليها وتاكدنا ان كل الثلاجات وكل الاماكن ديت ما فيهاش اي نوع ولا ادوات ولا منتجات ولا خامات. ان اول امبارح من يومين حاجه جايه فريش، جبت الشركه دلوقتي، الشركه جت تممت على الحاجات ديت قالت لنا اوكي، ادي طبعا مفيش حاجه 100% كمان عند ربنا. بعض الملاحظات اللي هي ما تضرش صحه، اللي هو مثلا لو ممكن في بعض الاحواض غسيل الايد، ممكن بعض الحاجات الخاصه بالتعقيم والكلام ده كله زودناها، لكن كمنتجات الحمد لله قالوا لنا كله شيء جاهز لاستقبال الاعضاء، والحمد لله يعني الدنيا امان باذن الله.